ومرحب بكم أينما حللنا وأينما كنا. أنتم زملاؤنا الإعلاميين وأعضاء مركزنا، ونرحب بكم جميعا. وأعطي الكلمة حتى لا أطيل عليكم السيد. كان 65 مكتب بر، يعني واخا كان غير وكالة واحد المشهد، كان بعض الإخوان اللي تيجيو في 2023 2019 2023 الشركات كيكون عندهم مشاكل وعندهم يعني إنتظارية ليه، ما قدمتش خمس وقت تقرا على سنين تسد اليوم السيدات، وكاين ميم إعفاءات بالمناسبة اليوم راه كاين واحد يعني الإعفاءات بوضعيتهم الإدارية ومن فترة عودتهم وتحميل مختلف الشواهد. بالنسبه لهذا اللقاء اللي كان اليوم، كان الموضوع ديالو هو التغطيه الصحيه في المغرب والاشخاص اللي كيستافدوا، والدور ديال الضمان الاجتماعي في هذه المنظومه هذه. الدور ديال الضمان الاجتماعي كما شفتوا دور فعال ورئيسي، والضمان الاجتماعي ان شاء الله هي مستقبل ديال المغرب في هذه المنظومه ديال التغطيه الصحيه، لانها هي اللي تتغطي تقريبا واحد الفئه كبيره من المجتمع، ما يعني ما يفوق 22 مليون ديال المؤمن لهم. الحمد لله اليوم هذا اللقاء كتتم لانجاح الورش الملكي ديال التغطيه الصحيه وللتعريف الضمان الاجتماعي والخدمات ديالو والفئات المستفيده، يعني وحتى السله ديال العلاجات اللي هي الحمد لله اليوم شامله وكتشمل جميع المغاربه بدون استثناء. بالنسبه للتسهيلات ديال الضمان الاجتماعي، يعني تسهيلات بزاف ديال النواحي. عندنا اولا كنبداو بالمشغلين، داير لهم تسهيلات في الاداء، يعني في الاعفاءات كما جاي اليوم، راه غادي تكون ان شاء الله اعفاءات من 2024 وما قبل، يعني المقاولات والشركات غيستافدوا ان شاء الله، اللي كانت عندها ضائقه ماليه فتستافد في يعني في التخفيض، يعني الا كان الاداء الكلي راه كاين اللي غادي يعني يحيدوا لها الغرامات كامل تقريبا ب 90%، ولا كان جزئي راه كاين نسب متراوحه من 70% او 80% ديال الغرامات، و 40 حتى من 40 حتى ل 70 حتى 60% بالنسبه للبيناليتي دو روتار. اما التسهيلات الاخرى اللي مقدمه للمؤمن لهم، يعني من اجل تجويد الخدمات ديال الضمان الاجتماعي، فكان درنا مكاتب القرب كثيره باش يخفوا على الناس العبء ديال انه يتنقل للوكالات ويشد التور ديالو كما تنقولوا. والخدمه هي نفسها يعني في الوكاله كما في نقاط القرب. بالنسبه للبورتاي فهي واحد لا سوليسيون اللي خص الناس يوعوا بها ويستعملوها، لانها كتجنبهم بزاف ديال الحوايج. ان الانسان كيكون في المنزل ديالو او لا مريح وتيصاوب، يعني تيمكن ليه ديكلاري وليداتو، يمكن ليه ديكلاري الشواهد المدرسيه، يمكن ليه يسجل يعني رقم البنك الحساب البنكي ديالو، يعني جميع الخدمات متوفره يا اما في البوابه ديال ما سينيسيس وفي تعويضاتي. واليوم راه كنشوفوا الناس اللي غادي، حنا عندنا الحمله ديال التمدرس، يعني الشواهد المدرسيه، لان الناس بلا ما يتعذبوا يجيو راه عطيناهم واحد ليليان، وصلوا لهم واحد الميساجات ديال التيليشارجمون، كتيليشارجي الشهاده مدرسيه وتيأشر عليها في يعني في المدرسه اللي تيتبع لها الابن ديالو، وتيولي يحطها في تعويضاتي في هذه الابليكاسيون، وتيصيفطها وتيخرج ليه التوصيل ديالو بانه صيفط هذه الشهاده المدرسيه، وبالتالي كتضمن استمراريه ديال يعني الاداء ديال التعويضات العائليه ديال هاد الوليدات ديال المؤمن لهم. وكنتمنى ان شاء الله في المستقبل ان الناس توعى بهذه المسائل وتستعمل اكثر فاكثر، لان كاين طبق يعني كما نقولوا فيه متوفر فيه بزاف ديال الحوايج. هي ما سينيسيس، هي تعويضاتي، بالنسبه للمشغلين هذا مانكم، يعني احنا دخلنا اليوم لعالم الرقمنه، لا سينيسيس ماشيه للرقمنه، لا الرقمنه يعني كامله باش تكون تجويد ديال الخدمات ديال الضمان الاجتماعي. هذا اللقاء او هذا اللقاء التواصلي جاء في اطار المساهمه في المشروع الملكي للحمايه الاجتماعيه، واعطاء نموذج للتواصل مع المنابر الاعلاميه لتبليغ رساله جديد التغطيه الصحيه في هذا الورش الملكي. اذا كان اللقاء بمشاركه مع الزملاء الاعلاميين والمنابر الاعلاميه ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل اعطاء كل المستجدات
والقوانين التي جاءت بها المنظومة الجديدة في إطار الوش الملكي للتغطية الصحية الاجتماعية. ونحن نسهر على المساهمة بشكل فعال عبر خلق آليات التواصل بين المواطنين ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تيسير الخدمات، تيسير إشعار أو الإعلام بالقوانين الجديدة. وهذه غير المحطة الأولى اللي اختارها المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس، وغتكون محطات أخرى جهويا بمدن أخرى على الصعيد الجهة الشرقية من أجل تبليغ الرسالة في إطار جديد التغطية الصحية والغرش الملكي لمنظومة الحماية الاجتماعية. ونتمنى التوفيق لكل المتدخلين في هذا القطاع من أجل إنشاء هذا المشروع الملكي.